في شخص أعرفه مهووس بالشوكولاتة جداً زيي بالظبط. يلا نشوف مع بعض هو مين؟ أهلاً بحضرتك، أتمنى تكوني بخير. اسمعي، مناسي شاطرة في الخبز، حتى أنا جربت إني أخبز. وأتمنى إنه ما يجربش تاني خالص. في الحقيقة حياتنا ما بتكملش من غير الشوكولاتة زيك بالظبط. ده حتى بنتنا هي كمان بتحب الشوكولاتة قوي. عشان كده عايزة أفاجئها وأعمل لها أحلى كيكة بالشوكولاتة. من فضلك ساعديني. ها؟ أعملي أحلى كيكة. علشان خاطر بنتكم الجميلة أنا حامل أحلى كيكة بكريمة الشوكولاتة والزبدة. أول حاجة هنجيب كوباية لبن رايب، وهنضيف عليه نص كوباية من السكر. دلوقتي هنقلب بمضرب يدوي لحد ما السكر يدوب مع اللبن الرايب. أعتقد السكر كده خلاص داب. هنضيف معلقتين كبار مسحوق كاكاو، والمكون التاني هو الدقيق. نجيب كوباية ونعمل كده. هنزود نص كوباية دقيق وكمان معلقتين دقيق. دلوقتي هنخلط كل المكونات على بعضها، وهنضيف نص معلقة من مسحوق الخبز بس تكون صغيرة. لما نقلب الخليط بسرعة بالطريقة دي، مسحوق الخبز بيتفاعل مع الرايب والحجم بيبتدي يزيد جوه الطبق نفسه وبيكبر جداً، وبنلاقي الخليط زاد. هنضيف معلقة فانيليا صغيرة وتلات معالق كبيرة من الزيت. هنجيب الصينية بتاعة الخبز. صدقوني طعمها هيكون حلو قوي. حاسه اني عايزه اكلها زي ما هي. معجون الشوكولاته ده هايل. لما تكونوا عايزين تعملوا الكيكه في حاله الضغط، هنشيل الغطا وهنحط صينيه الكيكه جواها هنا. وبكده يا جماعه هنحط الصينيه جواها بالشكل ده. انا بشوف ناس بتخبز جوه حالة الضغط بس بيحطوا مية جواها، بس المشكلة إن البخار هيخلي الكيكة طرية وكمان هتبقى فيها مية. لكن إحنا ضفنا للوصفة دي اللبن الرايب ومحطناش بيض، وده اللي هيخلي الكيك مظبوط جداً. اللي هنعمله دلوقتي إننا هنغطي الحلة ونلغي المنبه بتاعها علشان البخار يطلع منها. هنسويها على نار متوسطة لمدة نص ساعة. الكيكة لازم تبرد على الأقل لمدة ساعة بعد ما تستوي. يلا نشوف مع بعض بقت عاملة ازاي دلوقتي. شكلها حلو قوي.